دايما بالوسط الفني، يعني لو ما كان عندك علاقه كثير قريبه من الفنان، بس بقولوا الفنانين بيعرفوا اخبار بعضهم. خبرينا، انت كنت على علم انه كاظم الساهر بده يرتبط؟ ابدا، بس انا بدي اقول له مبروك وبيستاهل كل خير. بالنهايه كاظم فنان رائع كثير، بنحبه، ويمكن بهالعلاقه الحب بيقدر يعطي اكثر، لانه كثير حلو الفنان يكون عم بيعيش حاله حب. بس شفت هيك خبر، تابعت لتشوفي اذا مزبوط او ما عني لك كثير؟ ما يعني انا ما بيهمني شو عم بيصير، بيهمني هو يكون مبسوط. ما جربت تشوف البنت اللي قدرت حصلت على قلبه للقيصر؟ لا، شو ما كانت بالنسبه لإله هي اهم شيء، وهي اكيد هي اهم شيء، لانه قدرت حصلت على قلبه. 18 سنة كان مقرر ما بده يتجوز، بعد 18 سنة قرر بده يتزوج، معقولة هيدي الشغلة تفتح قبليتها لرولا سعد ونشوفها عروس؟ ايه مش غلط، ليش لا؟ انه ليه لا؟ ايه اكيد، تتعرفي انه الواحد بالنهاية ربنا شو بيبقى كاتب للإنسان، هو أهم شيء، انه الله شو كاتب لك، مش أنت شو بدك، ربنا شو كاتب لك. نانسي نصر الله، شو رأيك اليوم القيصر ارتبط؟ يعني ألف مبروك، إذا القيصر ارتبط الدون جوان ارتبط. يعني هو عنده هالإفيه تبع الشهامه وهيك، وكان بنفس الوقت هو دون جوان، العالم كلها بتحبه، الصبايا كلها بتحبه، فهارد لك لكل الصبايا اللي كانوا ناطرين القيصر، والف مبروك الله يهنيك. جربت شيء تشوفي صوره البنت اللي ارتبط فيها لتشوفي شو مين هي الشخصيه اللي قدرت حصلت على قلب القيصر؟ شفت صورتين كان في عليهم تضارب، اذا الصبيه اللي زغطور عيونها ملونين، ولا الصبيه الثانيه اللي شوي انضج بالعمر. بكل الاحوال هن صبايا عاديين، وهيدا اللي حبيته، حسيتهم انه صبيه عادي، يعني منا لا ملكه جمال ولا فنانه ولا حدا كثير كثير معروف، فاكثر شيء حبيت بالموضوع هيدا الشيء. بينك وبين نفسك فكرت كيف قدرت حصلت على قلبه؟ أنا بعرف إنه المرأة يعني بالإجمال إذا يعني عندها حنكة وعندها نو هاو إنه تعلق أكبر رجل بالعالم، يعني لو كان هو القيصر، بس المرأة ما تستهوني فيها، وأنت ست وأنا ست ونحن منعرف، ف يمكن هي كان في شرارة صغيرة بيناتهم، وأكيد إنه عرفت تلعب على الموضوع، مبروك لإلها. أنا دين راسم، أنا نسألك بعد سؤال، شفنا القيصر ارتبط، خبرينا نادين شو كان ردة فعله؟ ولا شيء. بعد 18 سنة لقى شريكة حياته، خبرينا هيدي الشغلة معقول تفتح نفسها لنادين وترتبط قريبا؟ أنا عادي عادي. هلا كنت عم تمزحي، عم تقولي بدي بلش خيط الفستان، معقولة في شيء؟ فستان رقص. كان فستان عرس. لحية شو صاير علي؟ روقي، طولي بالك، روقي بقى، مضغوطة، ما عندي وقت.